كانت أخذنا عن المساحة الجانبية المساحة الكلية المنشورة، يعني عشان أطلع المساحة المنشورة حسبت القانون هو اي محداش اجتماعي، هي في اتش، بحيث انها البي هي عبارة عن محيط القاعدة اللي بتغير حسب شكل السؤال او حسب شكل القاعدة عفوا، هو عبارة عن كانت قاعدة مربع سنتي مربع عشان مساحة المربع مساحة المربع تربيع الطول ضرب العرض. إذا كانت مثلث تساوي الأضلاع شو محيطه؟ 3 ضرب طول الضلع، شو مساحته؟ مصدر طول القاعدة ضرب الارتفاع، وبشكل عام محيط أي شكل هندسي كيف بقدر أطلعه؟ مجموع أطوال الأضلاع وبراء الفراسة. تمام، هذا بالنسبة للبي اللي هو المحيط والقاعدة. هذا كان امبارح كنا عم نحكي عن المنشور، لما أخذنا درس الحجم للمنشور وللأسطوانة حكينا أن الأسطوانة هي حالة من المنشور كونها إلى قاعدتين، تمام؟ بس حكينا أنه القاعدة دائما شو بتكون للأسطوانة؟ دائرة، تمام؟ حكينا أن الأسطوانة هي حالة خاصة من المنشور، فلما غيرنا قوانينها بس بدل المحيط المساحة القاعدة كنا نحط بدلها مساحة الدائرة. نفس الإشي هون، رح نستنتج قوانين للأسطوانة من نفس قوانين المنشور. بدل المحيط رح نستخدم محيط الدائرة، وبدل بي رح نستخدم مساحة الدائرة، تمام؟ يعني الأسطوانة هي عبارة عن منشور قاعدتها دائما شو؟ دائرية الشكل. فعشان نستنتج قوانين الأسطوانة، يعني أنت بتحفظ قانون سابق ومن القانون بس تنتج أربعة. هذا بس للأشكال اللي إحنا أخذناها اللي هم الأساسيين، مربع، مستطيل، مثلث، ودائرة. تمام؟ احنا بدنا نستنتج اليوم قوانين للمساحه الجانبيه والكليه لمين؟ للاسطوانه، عشان انا اطلع المساحه الجانبيه للاسطوانه رح استخدم قانون اي اي تساوي بدل البي هون اللي هي محيط القاعده، شو محيط الدائره كان؟ كان قانون محيط الدائره. اي محمد. دائره. باي دي، باي دي إذا كان السؤال معطيني القطر، إذا كان معطيني نصف القطر، تو باي آر. فهون بدل البي حنستخدم تو باي آر. هون إذا كان معطيني نصف القطر، إذا كان السؤال معطيني القطر، نستخدم باي في. نضربهم بشو؟ نضربهم بارتفاع المنشور، فهذا هو قانون المساحة الجانبية لإيجاد شو؟ إيجاد الأسطوانة. هلا إذا بطلع المساحة الكلية على نفس القانون تاع المساحة الكلية للمنشور، الـ SA حتكون تساوي المساحة الجانبية زائد 2 في B، الـ B هون عبارة عن دائرة، شو قانون مساحة الدائرة؟ تمام. باي ار تربيع، فبدل البي هون شو القانون رح نستخدمه؟ باي ار تربيع، كون استخدمنا الباي فدائما جواب المساحه الجانبيه والمساحه الكليه للاسطوانه جوابها دائما تقريب، تمام؟ يعني شو فرق المنشور عن الاسطوانه؟ بس احنا بنغير البي والبي حسب شكل القاعده. المحيط رح نستخدم 2 باي ار او باي بي دي، بدك تعتمد واحد اعتمد، انت حر. احمد ارفع راسك. وبدل البي اللي هو مساحة القاعدة رح استخدم باي في ار تربيع. أنا حكيت لك من أول ما دخلت في هاي الوحدة قلت لك ما تراكم القوانين عليه. يعني هلا احنا اللي اليوم كتبناه هذا إذا أنت مش حافظ لسه قوانين الدائرة مش رح تعرف تستوعب القوانين مرة واحدة. صح ولا لا؟ أنا حكيت لك روح كل يوم وادرس القانون أول بأول عشان ما تراكم حالك. لأنه لو مين ما كنت يوم الامتحان لما تلاقي 20 قانون مش رح تستوعب. رح
كثير تفرط. اللي لسه مش حافظ كل يوم يحفظ اثنين على الأقل. لا، إذا السؤال طالب مني مساحة جانبية بستخدم هذا القانون، إذا طالب مني مساحة كلية أنت مضطر تستخدم القانونين. ليش؟ لأن يعني المساحة القانون كلية قانونها فيه المساحة الجانبية. هلا بناخذ مثال مفهوم. لا لسه، عشان ضايل علي درس، بخلص الدرس ببعثهم كلهم مرة واحدة أحسن، بعمل لكم إياهم، بطبع لكم إياهم أصلاً وبجيب لكم إياهم مطبوعين. هذيك بتاعت المنشور، هدول قوانين المنشور. هاي قوانين الأسطوانة اللي إحنا استنتجناهم من المنشور. هون المنشور بتغير حسب شكل القاعدة، والأسطوانة هي عبارة عن منشور وقاعدة دائرية. بس خلصت. يعني من هذا القانون الأصلي هون في أربع قوانين بقدر أستخدمها، هون أربع قوانين مش بقدر أستخدمها، بتتغير حسب شكل القاعدة. لسه في طبعاً هو في عدد لا نهائي من القوانين، بس إحنا الأشكال الهندسية اللي اعتمدناها المربع والمستطيل والدائرة والمثلث بس. تمام؟ سليم. خلاص خلينا ناخذ مثال عشان توضح الفكره اكثر. سكروا لي الكتب، سكت الكتاب. تمام. والجواب هون دائما تقريبي كون استخدمنا البال، والبال قيمه تقريبيه. اكيد جوابها لازم يطلع جواب المساحه الكليه والجانبيه لاي اسطوانه، سواء مساحة كلية أو سواء مساحة جانبية أو حتى الحجم. كنا دائما جوابهم دائما أي شيء بيتعلق بالأسطوانة جوابها كان تقريبي لأنه بنستخدم فيها الباي. يلا نشوف السؤال. بدك تنتبه بالأسطوانة زي ما كنت أنا بحكم في الدائرة، أي شيء فيه دائرة بدنا ننتبه إنه ممكن السؤال يعطيك قطر وممكن السؤال يعطيك نصف قطر. هاي الشغلة بدك تنتبه عليها، إذا أعطاك السؤال قطر بدك تقسمه على اثنين. طيب يلا، هاي الأسطوانة معطيني انه نصف قطرها. في حدا لسه مش عارف يميز بين القطر ونصف القطر؟ لما يعطيك الخط كامل هذا بيكون عباره عن قطر، شو معطيني نصه؟ اذا هاي ار، اذا الار معطيني اياها واحد، والاتش معطيني اياها اللي هو البعد بين القاعدتين هو عباره عن ارتفاع الاسطوانه. طيب السؤال طالب مني المساحه الكليه، اذا السؤال طلب مني مساحه كليه انت لازم تطلع مساحه جانبيه ومساحه كليه. بدك تجهز الشغلتين اللي هم المحيط وال مساحة. أول شيء خلينا نبلش في محيط الدائرة. شو كان قانون محيط الدائرة؟ هو 2 باي ار. كونها القاعدة دائرية راح نستخدم 2 باي ار. بصير عندي بي تساوي 2 ضرب 3.14 ضرب قديش معطيني نصف القطر؟ 1. بصير عندي بي تساوي 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 3.14، فالجواب تقريبا 26%، كونها عم نحكي عن محيط الوحدة متر، محيط متر نفس وحدة السؤال. هلا خلصنا المحيط، هاي محيط القاعدة. هلا بدي اطلع مساحة القاعدة. مساحة القاعدة هي شكلها دائرة، فراح استخدم مساحة الدائرة. شو قانون مساحة الدائرة؟ باي ار تربيع. يا قصي انت وقيس خليكم معي. عندي بي تساوي الباي 3.14 والار 1، 1 تربيع 1، 1 ضرب 3.14. تمام. اذا مساحه القاعده تقريبا 3.14 والوحده متر مربع لانه عم نحكي عن مساحه. تمام، هيك احنا جهزنا للحل، ما حلينا لسه، جهزنا عشان يساعدنا بالحل بدل ما انا عجه واحنا عم نحل. طلعت المحيط، طلعت المساحة. هلا ما دام مطالب مساحة كلية لازم تطلع وش مساحة جانبية. ال A بتساوي ال B في H، ال B طلعناها كم؟ 6.28. الارتفاع تاع الأسطوانة كم معطيني إياه؟ 3. نضرب 6.25% بارتفاع الاسطوانه 3.
6 في 3 18 و25 بالاي 3 ارباع 75% تقريبا 18 صحيح و75% والوحده متر مربع لانه عم نحكي عن مساحه. هيك طلعنا المساحه الجانبيه. يلا يا ريان هلا بدي اطلع المساحه الكليه. يلا وقف. هاي المساحه الكليه اعطيني القانون اول اشي اللي هو ال A زائد 2 في مساحة القاعدة. قديش هنا معنى ال A؟ تمام 18 و75% زائد 2 قديش طلعت معنى المساحة؟ 3.14. لمين الأولوية؟ للضرب. دائما ندفع الاولويات. اثنين ضرب 3.14 6.28 6.28. اجمعوها 18.75. ما تحكوا ما ارفع ايدك. هاي محمد اجمع معي 8 و5. 8 و5. خلاص خلاص لا ألف. يلا يا يحيى 8 و5 13 7 و2 9 و1 10 بنزل الفاصل 6 و1 7 و8 15. طيب ماشي انا طيب ماشي انا ما بدي تحكوا مع بعض.
خلينا نشوف أسئلة الكتاب. نشوف السؤال الثاني، السؤال الثاني بيحكي لي أوجد المساحة الجانبية، مش طالب مني مساحة كلية، طالب مني بس المساحة الجانبية يا أحمد أنت وبراء. أنتوا اليوم مسكرين أوبن دو جايين بس الثاني معطيني اسطوانه قطرها 3 سنتيمتر وارتفاعها 4 سنتيمتر، بدك تنتبه انه السؤال هون اعطاني القطر مش نصف القطر، بس كونه مطالب مني مساحه جانبيه انا ما راح يفرق معي، يعني راح استخدم قانون محيط الدائره لما يعطيني فيها القطر، يلا يا يحيى. يحيى راح استخدم محيط الدائره اللي هو باي في دي، بي تساوي الباي قديش؟ 3.14، القطر قديش معطيني اياه؟ 3. لا بدي استخدم القانون تبع القطر ضرب 3، اذا بي تقريبا 3 في 4 12، 3 في 1 3 1 4 9.42%، وشو الوحده؟ سنتيمتر. طلعنا المحيط، هلا بدي اطلع المساحه الجانبيه. شكرا يا يحيى. ال ال اي محمد شو بتساوي؟ محمد عوض ثاني. ال A تساوي B في H، إذن ال A تساوي ال B قديش طلعنا هاي محمد؟ 9.42، والارتفاع قديش أعطاني إياه؟ 4. يلا اضرب، إذن ال A تقريباً 4 في 2 8، و4 في 4 16.61 باليد، و4 ب 9 36.1 37، والفاصلة بعد كم منزلة؟ بعد منزلتين، إذا المساحة الجانبية لهاي هاي من الأسطوانة 37.68% سنتيمتر مربع. طيب خلينا نشوف، انا قلت لكم برجع بحكي لكم اياها، في اسئله بالكتاب رح تخليك تتعقد، يعني هم القوانين اصلا طويله وطريق والحل طويل، فانا ما بدي اعطيكم اسئله تحس فيها انه انت مش فاهم، انا اخترت بس الاسئله اللي الارقامها يعني ما رح تخليك تتعقد، يعني هم الافكار هم بس فكره انك تطلع مساحه جانبيه ومساحه كليه لاسطوانه ولمنشور، غير هيك ما في افكار بالدرس، فاحنا اليوم رح نخلص، يعني هذا اخر سؤال هلا رح نحله. شي يجي واحد يحكي لي مس كل هاي الاسئله، هاي الاسئله فكرتها اعطيتكم اياها، بس ارقامها رح تخليكم تتعقدوا. ان شاء الله. مش بالالاف مس، انت مش صغار، بس وانت بتضرب الكسور العشيه ممكن زي نذكر السؤال اللي اعطيتكم اياه مره. اللي كان طويل كثير بدك ساعه وانت تحل فيه، انا ما بدي اياكم توصلوا لدرجه انك تتعقد من الدرس، الدرس مش صعب. خلص خلينا نكمل، نشوف سؤال 8، عندي اسطوانة طول نصف قطرها 5 ملم وارتفاعها 15 ملم، مطلوب مني اوجد مساحتها الكلية، كونه طالب مساحة كلية بدي اطلع المحيط يا أسامة والمساحة، يلا حل معي. معطيني انا نصف قطرها 5 ملم وارتفاعها 15 ملم، صح هيك؟ تمام. يلا اول شيء كونه طالب مساحه كليه بدي اطلع محيط المحيط الدائره، شو محيط الدائره؟ 2 باي ار. يلا طبق على القانون، بي تساوي 2 3.14 ونصف القطر ضرب 5. دائما حكيت لك شغل مخك، دائما اضرب ب10 او 100 او 1000 بس بحركه الفاصله، فانا هون ايش اضرب اسهل لي؟ بدل ما اقعد اضرب 2 في 3.14 ارجع اضربها ب 5. تمام، بضرب 2 في 5 بتعطيني 10. خلوه يحل بصير؟ انه واقف يعني. حركه
الفاصل منزلي، إذا البي تقريبا كم؟ 31.4 والوحدة مليمتر، كنا عم نحكي عن وحدة مليمتر لحال. يلا يا رائد أعطيني مساحة القاعدة، شو مساحة الدائرة؟ باي في ار تربيع، بي تساوي الباي 3.14، كم نصف القطر؟ فبحكي 5 تربيع. مين أولوية يا رائد؟ رائد هاي أسس 5 تربيع 25 سنتي 3.14 في 25، بتجاهل الفاصلة بضرب ضرب عادي. يلا يا رائد تمام. إذا مساحة هاي القاعدة 78.50%، 78 صحيح و 50%، كنا عم نحكي عن مساحة فمليمتر مربع، عادي 5 بالعشرة مش 50. يلا يا أحمد، لا أنا بدي أختار اليوم، ولا بدي حدا يرفع إيده. يلا يا أحمد، شو أنت؟ أحمد عبد الرحمن، بدي أطلع المساحة الجانبية يا أحمد. المساحة الجانبية هي عبارة عن البي في اتش. البي قديش طلعناها؟ البي هي 31.4 والاتش قديش اعطاني اياها بالسؤال يا احمد؟ 15. خلي لي صوتك بس شوي، هلا بدي اضرب 314 في 15، يلا اضرب 5 و4 20 2 7 15 ونزل الصفر 1 4 يلا اجمع. والفاصل بعد كم منزلة؟ منزلة واحدة. إذا كم الجواب؟ 471 صحيح، ما في داعي للفاصلة، والوحدة مليمتر مربع. هاي المساحة الجانبية، هلا تطلع المساحة الكلية، اس اي تساوي ال اي زائد 2 في مساحة القاعدة. يلا يا محمد ثائر. 471 زائد 2 في مساحة القاعدة، كم طلعت معي؟ 78.5 بالعشرة، يلا اضرب. من غير ما نقعد نضرب استخدم دائما مخك. 78 78 كم؟ 156 ونص ونص. واحد صحيح بصير 157، اللي ما بيعرف يعملها هيك بيضربها ضرب عادي. صار عندي 470 زائد 157، يلا يا احمد. 8 12 5 1 3 6 إذا 628 والوحدة مليمتر مربع، هاي هي المساحة الكلية للأسطوانة. واضح الدرس السابع؟ أنا حكيت لك لو ضليت أشرح لبكرة وأحل الأسئلة من هون لبكرة، إذا أنت اصبر، إذا أنت ما طبقت في إيدك ما راح تفهم. عشان هيك هلا بس نخلص كتابة الأسئلة بدي أعطي امتحان وأحسب على الشهر الثاني.